شبكة فينيان الإعلام. أنا سأحدثكم عن قصص جحا. لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن من أين أبدأ؟ تذكرت واحدة عن أشعب، يوم وقع ضحية احتيال صاحب مطعم من مكار سلبه المال بدهاء. نزلت يومها السوق بصحبة جحا بالطبع، ومعنا أشعب، وذلك لبيع ما تيسر من البضائع وكسب الرزق. ورغم الازدحام في السوق، إلا أن أحداً من الناس لم يشتري شيئاً، وكل من توقف لمعاينة بضاعة جحا وأشعب جاء للفرجة فقط. ما للناس هكذا يتفرجون ولا أحد يشتري يا جحا؟ هل من عيب في بضاعتنا؟ لا لا، ما من عيب فيها، فهي من أجود الأصناف دون شك. علينا أن نبيع شيئاً، أي شيء، على الأقل كي نتمكن من شراء طعام الغذاء لأنفسنا والبرسيم لشلهوب. ماذا؟ لا مال لشراء البرسيم؟ اهدأ يا شلهوب، لقد أفزعت شلهوباً يا أشعب. ولكننا لا نملك المال لشراء الطعام. لا تقلق يا أشعب، معي 3 دنانير، يمكنك أخذها لشراء الطعام لنا والبرسيم لشلهوب. هل ارتحت الآن؟ كنت أصاب بنوبة قلبية، لو لم يكن هناك مال لبعت جحا نفسه. طيب، هل يمكنني أخذ المال والذهاب لشراء الطعام الآن؟ فأنا بصراحة أشعر بالجوع. تفضل، ها هي 3 دنانير، كل ما نملك اليوم، اذهب لشراء الطعام وأنفقها بحكمة. بالطبع، لن أتأخر وسأعود مع الطعام في أقرب وقت. وبالفعل وفى أشعب بوعده، فلم يمض وقت طويل حتى عاد، ولكن بدا عليه الأسى وهو يتجه نحونا ويده خليتا الوفاض، لا يحمل لا طعاما ولا برسيما ولا هم يحزنون. أشعب، لما تبدو حزينا هكذا؟ وين الطعام؟ لقد ماذا يا أشعب؟ تكلم، ماذا حصل؟ لم أتمكن من شراء الطعام. لما لا؟ ألم تكن الدنانير 3 كافية؟ في الحقيقة لقد سرقت مني. ماذا قال؟ يا قلبي، هي النوبة القلبية التي ستقضي علي. يا خسارة شبابك يا شلهوب. كيف سرقت منك؟ وهل أنت بخير؟ نعم، أنا بخير، ولكني أشعر بالخجل مما حدث. المهم أنه لم يصبك مكروه، والآن حدثني بما جرى. كنت أسير في السوق أنوي شراء الخبز وبعض الجبن والبرسيم لشلهوب، ولكني شممت رائحة شواء يا جحا. إن ما أشهاها، كانت أطيب رائحة شواء شممتها على الإطلاق. شعرت بقلبي يخفق حبا، ومعدتي ترقص طربا، وبطيخ بسمرا. فهمت، رائحة الشواء كانت زكية يا شعب. ماذا بعد؟ تبعت الرائحة الآسرة إلى مصدرها، مطعم صغير يقوم صاحبه بشي اللحوم الندية على الفحم. وهنا فكرت بشراء اللحم لنا غداء، ولكن تخيل، كان سعر الشطيرة الواحدة 6 دنانير. وهكذا عدلت عن الأمر وقررت شراء الخبز والجبن والبرسيم من جديد. هذا ما نويت فعله، ولكن قبل ذلك أخرجت رغيف الخبز الذي كما تعلم أخبئه في جيبي دائما للحالات الطارئة،
وجلست أتناوله وأنا أستمتع برائحة الشواء الشهي. عجبي، من ذا الذي يخبئ رغيف خبز للحالات الطارئة؟ هل لديه برسيم؟ كل قضمة كانت وكأني أتناول اللحم بالفعل، وللحق فقد استمتعت للغاية، ولكني ما أن انتهيت وهممت بالمغادرة حتى استوقفني صاحب المطعم يأمرني بدفع 3 دنانير. أمرك بالدفع؟ لقاء ماذا؟ فأنت لم تشتري شيئا. بالضبط هذا ما قلته، ولكنه قال أن علي أن أدفع ثمن رائحة الشواء التي استمتعت بها. وعندما أخبرته أن ذلك احتيال لأن الروائح مجانية، هددني بطلب الشرطة واللجوء إلى القضاء، فخفت وقمت بالدفع. لا بأس، لا بأس يا شعب، بسيطة. لقد وقعت ضحية رجل محتال وجشع. ماذا سنفعل الآن يا جحا؟ فنحن لم نبع شيئا من البضاعة ولا طعام لدينا. اليوم نعود إلى بيوتنا ونرتاح، أما غدا فنعود إلى السوق من جديد، وأظن أن لدي خطة محكمة لاستعادة مالنا من صاحب المطعم المحتال. في اليوم التالي عدنا إلى السوق، وساعة الغداء تبعنا أشعب إلى مطعم الشواء إياه، وباغتتنا سحابة من الدخان تحمل رائحة الشواء التي تحدث عنها أشعب. معك حق، يا لهذه الرائحة الزكية. ألم أقل لك أطيب رائحة شواء في العالم؟ أسوأ رائحة شممتها في عمري. ما الذي يجذب هؤلاء البشر إلى رائحة اللحم المشوي؟ إنها أشبه بالكابوس. هيا بنا يا شعب، سنكرر تماما ما فعلته أمس. ماذا؟ ولكننا سنضطر حينها إلى دفع ثمن رائحة الشواء، وسنخسر المزيد من المال. تماما يا أشعب، هذا هو المطلوب. أخرج جحا من جعبته رغيفي خبز وحفنة من البرسيم، وعند مطعم الشواء حيث وقف صاحب المطعم يشوي، جلسنا ثلاثتنا نأكل الخبز والبرسيم على رائحة الشواء. ورغم عشق المعروف للبرسيم، إلا أن تناوله مع هذه الرائحة كان كالعقوبة. هذا رائع، وكأنني آكل الشواء بالفعل. أليس كذلك؟ رائحة الشواء الذي أعده هي الأفضل. بالفعل، عندما أخبرني صديقي بذلك أمس لم أصدق. هنيئا مريئا. كم كان هذا شهيا، أطيب رغيف خبز أكلته في حياتي. جحا، جحا، كف عن التغزل وإظهار رضاك عن الطعام، هكذا سنضطر للدفع لا محالة. وكيف لا أعبر عن إعجابي بهذه التجربة اللذيذة للغاية؟ وبما أنكما استمتعتما بالرائحة، فلما لا تدفعان لي ثمنها الآن؟ 3 دنانير للشخص الواحد، أي 6 دنانير لكليكما. ماذا؟ تريدنا أن ندفع المال ثمناً للرائحة؟ هذا احتيال. ولكن لولا رائحة شوائي لما استمتعت بالتجربة، أليس كذلك؟ ما هذا إلا محض هراء، وأنا أرفض أن أدفع لك. حسناً، إن لم تدفع لي طلبت رجال الشرطة وتركنا الأمر للقاضي. هل رأيت يا جحا؟ لقد أوقعتنا في ورطة كبيرة. أطلب الشرطة ولنذهب إلى دار القضاء، فلا أنا ولا صديقي سيدفع ثمن الرائحة. وكان ما كان، فجاء رجال الشرطة واقتادونا إلى دار القضاء، حيث استمع القاضي وكل من كان في المحكمة لحكايتنا، حتى توصل القاضي إلى قراره. أما وقد استمعت إلى إفادتكم جميعا،
ورغم غرابة هذه القضية العجيبة، فقد قررت ما يلي بأمر من المحكمة. سيدفع كل من السيدين أشعب وجحا 6 دنانير ثمن الرائحة التي استمتعا بها لصاحب المطعم. هذا ظلم، كيف ندفع ثمنا لرائحة؟ هذا جنون. لا بأس لا بأس يا شعب، هذا حكم القاضي والاعتراض لنا عليه، والآن علينا أن ندفع ما ندين به. معقول؟ هل هذه هي خطة جحا الذكية؟ ربما سيقوم الآن بإطلاق قنبلة دخانية، وبينما ينشغل الجميع نهرب 3 لنعيش في الصحراء كفارين من العدالة. أنا مستعد لهذه التضحية يا صديقي. وها هي 6 دنانير كما أمرتم يا حضرة القاضي. وقبل أن يمد صاحب المطعم المحتال يده لأخذ الدنانير 6، التقطها جحا جميعا وأعادها إلى جيبه. عفوا، ما هذا الذي حدث للتو؟ دفعت لك الدنانير 6 التي ندين لك بها، ولكنك أعدتها إلى جيبك ولم أخذ منها شيئا. المال لا يزال في حوزاتك. ما هذا الهراء الذي يحدث يا جناب القاضي؟ لا أفهم يا سيد جحا، ما الذي تفعله؟ سيد القاضي، أيها الحضور الكريم، ألم تسمعوا جميعا صوت الدنانير 6 عندما رميتها على الطاولة هنا أمامكم جميعا؟ بلى سمعت، كما سمع جميع الحاضرين الصوت أيضا، ولكن ما الحكمة من ذلك؟ يا جناب القاضي، أما وقد أقر صاحب المطعم أني وصديقي أشعب تناولنا الشواء رائحة من أنوفنا؟ فقد قمت بفعل المثل ودفعت له المال صوتا في أذنه. أوليست هذه قمة العدالة يا سيد القاضي؟ هذا مكر، هذا احتيال يا جناب القاضي. بل هذا يعادل تماما ما قمت بفعله معي ومع صديقي يا صاحب المطعم. وعلت وجه صاحب المطعم علامات الذهول، فلم يخطر في باله أن شيئا كهذا قد يحدث. هذه بالفعل محاججة عادلة يا صاحب المطعم، تناولوا الشواء رائحة ودفعوا لك ثمنها صوتا، وعليه أقر بأن كلا من جحا وأشعب بريئا الذمة وقد دفعا لك كامل مستحقاتك. أبدا، مستحيل، أنا لا أقبل، لا أقبل أن ينتهي الأمر بهذا الشكل، هذا ظلم. ولا أنا أيضا، فأنت مدين لصديقي أشعب 3 دنانير بعد أن جعلته يدفع لك ثمن الرائحة أمس يا صاحب المطعم. هل هذا صحيح يا صاحب المطعم؟ هل دفع لك أشعب 3 دنانير أمس؟ نعم هذا صحيح، ولكن يا جناب القاضي. إذن هيا أعدها إليه لو سمحت، فنصيبك منها صوتها فقط، كما كان نصيبه من الشواء رائحته فقط. ولو لم أكن حاضرا بنفسي ما صدقت. نجحت خطة جحا وأعاد صاحب المطعم المحتال لأشعب دنانيره 3. يا سلام، عاد مالنا إلينا. وبهذا أعلن انتهاء هذه القضية رسميا. شكرا حضرة القاضي لعدالتك ونزاهتك. أما أنت يا سيدي صاحب المطعم، فأرجو أن تكون قد تعلمت درسا قيما. نعم، فلا رزق من الحلال يأتي بالاحتيال، وإنما بالعمل الجاد والأمانة والصدق. وقريبا عند افتتاح دكان شلهوب للبرسيم وعلاف الدواب نعمل بأمانة وصواب، ولكن إن أثقلتم لن تخرجوا من الباب. جميع الحقوق محفوظة، تطبق الشروط والأحكام.
Do the Texas thing and visit The Range Austin. This Friday, June 7th, we are letting loose with our famous machine gun tables. Who doesn't want to shoot a machine gun for only $35? You heard it right, $35 for a full auto experience at The Range. No experience needed, great for anyone. The Range at Austin is located off 35, 10 minutes south of downtown. Open all 7 days a week. Visit therangeaustin.com to do the Texas thing and book a package, buy a membership, or learn more.